يقول فضيلة الشيخ في فقرته الثانية: ما سبب كثرة الذين يفسرون ويؤولون الرؤى في وقتنا الحاضر حيث أصبح لهم جمهور، وهل للإنسان أن يذهب إليهم ويسألهم عن هذه الرؤى؟ أبد ليس للإنسان أن يذهب إليهم ولا يستمع إليهم، وهؤلاء يقصدون الظهور على الناس وإبراز أنفسهم، أو يقصدون الطمع الدنيوي بما يحصل من هذه المكالمات من أجور المكالمات، فهؤلاء شوشوا على الناس وأفسدوا دنيا الناس بالوساوس، فعليك أن لا تستمع إليهم ولا تنظر إليهم ولا تستمع لتفاسيرهم. نعم.